عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى تكونوا في صحه جيده كما عهدناكم. يوم جديد مع فيديو جديد. نحن الان متواجدون في المنطقه ديال قريب لي غورج، لي غورج دو سودغا اللي كتسمعوا بها راه معروفه في المغرب كامل. لي غورج دو سودغا، مضايق سودغا معروفه. حنا خارجين من تنغير وغادي لي غورج دو سودغا، قلنا نشاركوا معكم الطريق. شوف الطريق كي دايره عامره تبارك الله، بلي زوبرج الناس كلهم اللي داروا الديور هنا قلبهم اوبرج كما كتشوفوا، كلشي دي زوبرج. ها نتوما كلشي اوبرج، واخا ما كتبينش عليهم زعما لي زوبرج راه عنوان ديال اوبرج ولا اوتيل ولا، راه كلشي دايرهم كلهم اوبرجات. اجي ادخل مع راسك مرحبا بك، ما كاينش المشكل. الناس كيصيفوني بزاف لدرجه ان كلشي دارو اوبرج، ولكن تبارك الله مناظر خلابه. نتوما كتشوفوا راه الجبال قاحله، وكاين شي بلايص لا تبارك الله الخضوريات تقول راك في افران ولا في الاطلس في بلاد الشتاء. الناس راه كيصلحوا مع كيوجدوا للصيف، كيوجدوا للحضور ديال السياح. هنا كيجيو الاجانب بزاف، كاين مناطق بلايص اللي فيهم غير الاجانب اغلبيه. ها نتوما كما كتشوفوا معنا في الفيديو، كاع الناس ردوا دي زوبرج. هادو راه بلايص كلهم اوبرج، كلهم اوتيلات ريستورات، دي ريستورون اللي فيهم بيسين فيهم. ها هما الناس راه كاينين تبارك الله، السياح داخلين. الجو هنا المناخ جاف تقريبا، كيكون الصاد العشية عاد كيتبرد شوية، الحال الحرارة طالعة بزاف. ولكن انت غادي وغادي بحال غادي توصل لأي تهاني تزيد لجهة يمين شي كتبرد القضية، حيت غادي نو كنطلعو هنايا شوية في تنغير كتكون القضية السخونية، الحرارة زايدة، وما عندهم شوية ديال الريح شوية ديال العجاج. ولكن على كل حال المنظر خلاب كما كتلاحظوا، الجبال تبارك الله شامخة. الدار هادي تبارك الله تاهي دايره اوبرج، كاين لي زوبرج كتار. غتلقاو الطوموبيلات ديال السياح، كيجيو دوك لي فارغونيت مع كيكونوا السياح دايرين دوك الفواياج اورغانيزي ولا على حساب الوكالات ديال الاسفار، ولا كيجيو كيساريوهم كيدورهم هنا. اغلبيه كتلقى هنايا البلايك ديال مراكش، اغلبيه الحديد ديال مراكش، ناس ديال مراكش كيتحركوا هنا بزاف، كيطلعوا الوارزازات يجيو لتنغير. عطينا هما للسياحه اهميه بزاف في مراكش، الحديد لي ماتريكيل الاغلبيه 26. الواحات تبارك الله، الواحات نخيل واشجار، ما تظنش انهم تلقاهم فاش تكون جاي من جهه اي تهاني منشيل، كتقول صافي راه القضيه غادي تنغير غادي لقاي الصحراء. ولكن سبحان الله انتم الخضوريه، اجواء زعما الواد هذا راه واد هذا دايز هنايا تبارك الله، حتى هو كاين فيه الماء عامر، وهذا جاي من هو اللي هبط من تودغا. في مضايق تودغا راه كاين الماء تما، كاين القهاوي كيجلسوا الناس كيحطوا رجليهم في الماء، تجلس في كراسة ورجليك في الماء، المهم مبرد مع راسك. هانتوما الاخوان، هنايا راه كاين واحد الاوتيل ما شاء الله، ملازمة دير لي واحد ديكوراسيون لي عجيبة، كيثير الانتباه من الطريق. غادي نوقفو شوية وغنوريلكم هاد الاوتيل هذا غير من بعد، ما غاديش نهبطو ليه، هذا خصو بوحدو فيديو بوحدو هاد الاوتيل هذا. الأحباب والأصحاب، إخوان الأخوات، ها هي البلاصة كما قلت لكم، أوتيل ما شاء الله، كاينة قنيطرة تحتها هي قنيطرة، قنيطرة كيهبطو منها الناس، هنا لاسيا الطيارة تهبط، هو حركي الواد لتحت، كتلقى الأوتيل راه تبارك الله زعما عجيب كما قلت لكم، الريحة والريح محرك، شوفوا تبارك الله ما شاء الله دير لي واحد الديكور ديال داكشي ديال تاريخ وحده، واحد القصبه مبنيه غير داكشي ديال التراب وقديمه. المهم هو راه غادي وكيرمم، ولكن زوين الصراحه، غادي ندير ليه شي دوره ان شاء الله، غنتسارى فيه ما يتشاف. هنا كما كتشوفوا الربيع تبارك الله، واحه غادي مع جنب الواد. شوفوا الجبال كي طالعه، شوف الجبال، الجبال طالعه ما كاينش، ما تلقاش، ما كتحدهاش بعينيك تبارك الله. راه هني جبال صخريه، عندهم مشكل هنايا ديال الصخور، مازال غنوريكم بلايص اللي فيهم الصخور كتخلعك، كدوز تحس في الطريق كتقول راه الحجره صافي غتهبط عندي، ما بقى لا ما شاده غير الخالق سبحانه، ما زعما راه خصو يهتم بالقضيه قبل ما يوقعوا شي افات. كما قلت لكم احنا في واحد
دوار ثاني هذا كاين الدوار الاول اللي وريتكم قبيله فيه لي زوبرش هذا دوار ثاني شوف تبارك الله يعني الطريق جاي مزيره شويه على الديور كاين شي بلايص اللي صافي ما بقى الطريق فين تشافي ما كتلقاش فين يمشي الانسان فين يتمشى والو عندهم البيبان على الطريق حيت ما كانوش ما كنظنش يمكن انا الطريق تصاوبات شحال هذه عاد تصاوبات يمكن على حساب الديور هذو اللي لاصقين على الطريق راه عاد تصاوبات غنشوفو كيما كتشوفو كيلقاش الانسان حتى فين يحط الطوموبيل هادو راه الناس اللي عندهم لي زوبر داروا هاد التدخيلات هادو بالسيما وقادو المسائل هادو راه كلهم اغلبيه الناس هنايا دايرين الديور الكرا دايرين دي زوبرج دايرين اوطيلات تبارك الله زعما الناس خدموا على راسهم السياحه خلاتهم يغيروا الافكار انا غادي في الدوار هذا ما بقالناش بزاف بقاتنا شي تقريبا 7 ولا 8 كيلومتر تشودغ على المضايق ديال تشودغ الصيف هذا كلشي محرك بقيت الشتا راه تلقى الامور عليها ناسا كما كتشاهدوا واحد المسجد هنا يعني كاين الضيق كما قلت لكم هاد الديور مضيقين لواحد الدرجه مضيقين على الطريق كاع بزاف السياحة راه محال واش يجلسوا لهم الناس هنايا راه المنطقة زعما ما عندهاش شي موارد أخرى من غير السياحة حتى هاد النخل اللي كنشوفو هنا ولا راه ماشي شي نخل اللي كيعطي التمور ولا راه غير حيت الواد دايز نايض الناس دايرين محركين شوية ديال الأشجار وكاين اللي داير فلاحة ولكن ماشي شي فلاحة اللي زعما تعطي شي غلة كبيرة شوف تبارك الله كاين الناس خادمين الديور تبارك الله ساقينهم خدمهم على حقهم وطريقهم كيرجعو ديما للأصالة ديما كيرجعو لداكشي القديم واخا كيديروا هاد البني موديرن وسميتو كيديروا بحال ديكورات الحجار ديكورات ديال التراب المهم كيبقى داكشي قديم هانتوما كيما قلت لكم افكار كتجدد هادو يمكن عندهم شي عرس شنا مع الزرده قد الاستحام هنا يا قضيه عامره فعلا هادو عندهم مناسبه راه شي يفرشوا الزرافي شي تيقدوا كلشي هنا تقريبا داير لي زوبرج اغلبيه البلايك دي زوبرج ما كيتقاداوش الله الوطن الملك ها هو الجبل فيه الله الوطن الملك حنا قربنا كتشوف هذيك الله الوطن الملك عرف راسك راه قربتي انت ودغا صافي ما بقالكش بزاف الواحه في الجنب غاديه مع الواد حنا في الاقتراب الدخول ديال تودغا في الدخول ما شاء الله فيها واحد الدخلة رائعة رونق ديال الطبيعة هنا المدخل الشي كيما قلت لكم مدخل راه دابا فاش كيكون الازدحام والروينة راه كيكونوا رجال الدركة هما قايمين بالواجب باش ما يكون لا صداع على روينة راه فاش راكم عارفين فاش كتكون المنطقة مزدحمة وكل شيء جاي راه كتبقى حاصل باش تلقى غير البارك مشكلة والله سخر الجميع وصافي كيكون الازدحام فيه ديما المشاكل بنادم يرد البال مع الحديد يرد البال مع وليداته الصغار تبارك الله انا كاين قهوات زوينين الناس دايرين هاد الاشكال الخيمه راكم عارفين الناس كيجيو من اوروبا كيبغيو هادشي ديال الاصاله كيبغيو يرجعوا للاصاله وحتى المغاربه اللي معنا في الداخل راه اللي كاين في الرباط ولا اللي كاين في كازا ولا المدن الكبيره صافي راه تجلى على هادشي راه كيقلب على هادشي ديال الاصاله تجلس في خيمات تجلس في زربيات تجلس في الارض تراب المهم مزيان دابا ديال المدخل راه مضيق ها نتوما حنا نبقاو واقفين هنا واحد المده ما نوقفكمش معايا حتى نوصل للمنطقه وانا معاكم كما قلت لكم ها هما رجال الدرك قايمين بالواجب هذا هو المدخل ها هو الواد اللي كنت كنوريكم قبيله وفين قطعناها هو قاطعين فوق وقنطره نيز من هنا دابا باش تبلاصي هنا مشكله باش تبقى هنا فين تبلاصي اشكاليه ولكن غنشوفوا كيفاش نبلاصيو باش نكونوا معاكم في الحدث ان شاء الله هانتوما الاحباب والاخوان حنا وصلنا لتودغا المضيق كما كتشوفوا هنايا كاين واحد لوطيل في وسط تودغا لوطيل هذا راه سميتو بسمات لي روش هذا مابقاش خدام طاحت واحد الحجره راه البلاصه فين طاحت كما كتشوفوا
طاحت الرصاصه ديك البنايه تما صافي وما يحبسوه. جاب الله ما كاين لا خسائر في الارواح لا والو. وكما كتشوف راه كاين الماء، كاين هاد القنيطره هادي ملي كتهبط هنا الباركينغ ديال الطوموبيلات، كاينين بزاف هاد الجهه كلها ديال فاش كتكون جاي من تنغير الجهه اليسار كلها الطوموبيلات. الماء تبارك الله الناس راه جالسين، كنشوف اجواء رائعه رائعه صراحه ديال دو الصيف المقطح. الناس الحشود 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 الناس، شوفوا تبارك الله شوف غير المضايق راه ما سموهم مضايق حتى كانوا تا هما مضايق. هانت شوف 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 شحال غنطلع، راه كتشوف فيهم الفوق كتجيك الدوخ هذا راه سبحان الله الجبل واقف واقف نيشان. شوف شوف تبارك الله جبل مقابل مع جبل مضايق فعلا. هانت شوف سبحان الله راه علو شاهق شاهق جدا، شوف المضايق كي دايره الجبل مقابل مع جبل يا اخوان. شوف تبارك الله مازال مهمشين يلاه كيدوز واحد لا ليني ديال الضو، عاد كاين واحد المشروع راه في البيز راه عارفين اللي خلاوه هكاك جيبنا مع وقت الصيف، ولكن ما كاينش هذا الاخ يمكن اللي عنده هذا المشروع هنايا راه عطاه المشروع على الخرجه ديال تشوت بحال غادي لجهة عيت هاني وإيميل شيل، وباقي لتحت كاين القهيوات كاين مسائل زوينة. المهم كما كتلاحظوا راه جو رائع ديال الصيف، الناس اللي تيجيو كلهم كيحجوا لهنا من غير الناس اللي تيجيو غير تلقى بلاصة عامرة مابقاش من دوز كومبوشيا جل هبطو نوريكم شي مناظر الواد نشوفو الاجواء كي دايره. احنا هبطنا الاخوان مع ديك الخنيطره اللي وريتكم. الله الماء الماء مكلاصي بال شوف تبارك الله الجريان الماء راه هذا هو الواد اللي هبط باش كاين دوك الواحات وكاين، وليني من هنا الفوق ما تلقى لا واحات لا والو صافي تبارك الله الماء مخير وصافي نقي. غير هو كاين شي يماش كدوز الرعده راه كيصوب واحد البراج دابا الفوق كيصوبوه كدوز واحد كدوز شي رعدات راه كتولي هاد البلاصه الماء قهوي ما تشوفوش لون بني ساطع. كاين واحد كاين واحد جوج عيون هنايا، هاد راه منبع اغبالو راه مكتوبه فيه سورس اغبالو اغبالو سورس. كيما قلت لكم فاش كدوز الحمله هانتوما ها المجرى ديال المياه العادي فاش كدوز الحمله شو هادشي هذا كله كيولي راه هذا كله مكرفصه هاد الحجر هذا كل هاد الدنيا هادي مكرفصه هانتوما كيما كتشوفوا اخوان الدنيا مكرفصه هانتوما كيما كتشوفوا. هذا راه الحجر ديال الحمله وخطيره فعلا، وشي مرات كتكون الحمله خدامه والناس جالسين ما على بالهمش جالسين في الواد ما مسوقينش كاع، ولكن راه الحمله ديال الواد راه خطيره وما كتحس بها حتى تخلط عليك. الناس الله يهديهم ما كياخذوش الحيطه والحذر. كيفاش قلت لكم راه ما كاينش واحد الاهتمام فائق بهاد الموارد هادو اللي عندنا. نورمالمون خص يكون هادشي زعما مقاد كثر ويكون تكون الطريق مقاده الطريق راه مدقدقه راه كتفوت لي غورج باش تطلع لاي تهاني وتين غير مناطق رائعه تطلع لاي تهاني وتطلع لايميل شيل وتمشي لجهه الريش زعما مناطق خلابه خلابه تدوز لجهه القصيبه بحال غادي لبني ملال والو الطريق عيانه كاع وصاوتي صلحوها من ايميل شيل القصيبه، ولكن داكشي ما اصلاحات اللي اصلاحات اللي نسبيه وصافي ما كاين حتى شي حاجه. هانتوما الاحباب كما كتشوفوا هنايا هادو راه قياطن كيكونوا مفرشينهم الناس ديال البلاد هنا، ولا المهم راه مكرشين هادو كيتكراو على حسب اللي بغى يجلس حدا الماء ولا يتغدى ولا يدير كاسكروط ولا المهم راكم عارفين. هادو راه غير الكراو بنادم الا ما جابش حوايجو ولا ما جابش فراشو يريح هنايا كاين حصيرات كاين قلت لكم كاين مناطق كيستغلوها الناس ديال البلاد راه واحد الخيمه لهي تحت الجبل مباشره وحده الماء. المهم كاين ما كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف صراحه اجواء رائعه ما يسخاش بنادم يخرج. والبروده تبارك الله كاين واحد الريح واحد النسيم عليل تبارك الله. الماء هابط مازال واحد البلاصه شلال غزال غنوري لكم غنوصلوا ليه راه هابطين على رجلينا دابا باش نصور لكم. واحد العين هنايا الاخوان كيطلعوا منها عين واعره غزاله هما هاد الشيلان هادو راه كيكونو هنايا كيبيعوهم كتار موجودين تبارك الله دورة ديال الصنع ديال البلاد. كاين جمعيات كيهتمو بهاد الشي هذا كيصاوبوه تما تبارك الله كاين موجود خير راه معروفين هادو راه تيكونو تبارك الله معروفين بهم في الصحراوة الصحراء جلال ديال الصحراوة
موجودين هادو على الجهه اليسرى، فاش تكون جاي من تنغير طالع للجود غتلقاهم على الجهه اليسرى مول قبل من بعد الثالث. كاين العين اغبال وكاين العين اللي وريتكم ليه وكاين هاد العين هادي ها هي هادي راه مشات هبطات حتى لجود غهبطات حتى للمعتل ندخل ندير المضايق كما كتشوفوا الاخوان باقي الناس معنا هنايا في تودغا ما كاينش عامره القضيه. العين اللي قلت لكم غاديه الواد على الجهه ديال الا كنتو جايين من تنغير الواد على الجهه اليمين وهاد العيون هادو اللي غادي تبارك الله شوف شحال كتجي راه غادي على الجهه اليسرى. هنا كاين مخاهي كيسكنوا الناس اللي تدخل على الخدمه الطويله دخلها الى جاي من تنغير تلقى هاد الجو الرائع. كاين واحد الشلالات هنا غزالين خليكم معايا نوريكم الشلالات. هنا راه كيجلسو الناس بالطبيلات كيجلسو في وسط الماء رجليهم في الماء مريحين في الطبيلات كيعطيهم ليهم صحاب المقاعد كيما قلت لكم ها هما. هذا هو المنظر الرائع الرائع جدا هذيك بلاصة الشلال كتكون كلها طبيلات ها الاخوان ما شاء الله جميل جميل طبيعي بالريح ديال ها انتم الشوب ما شاء الله زعما نتمنى ان كل واحد يجي يشوفها. نمشيو زيت الاخر الخنطره هي اللي قلت لكم الخنطره من السياره الساقيه ثانيه من الواد ديال اليمين كما قلت لكم جيت الواد وكاينه الساقيه اللي وريتكم العين ها هي وريتكم راه غاديه بهذ العين اللي زعل القهاوي هادي غاديه من جهه الواد على الجهه اليسرى وين الواد غيقطع ويدخل في ديك الواحه ولكن مازال خاص اهتمام مازال صراحه خاص اهتمام بالمنطقه مازال. شوفوا الاخوان هاد الخنطره الشلالات اللي قلت لكم هاد البلاصه ديك البلاصه تحت يكونوا فيها الكراسه والفيلات باش اللي بغا يريح يدير قهوه تما تما جنابه جميله هنا في الجهه الثانيه من القنطره كما قلت لكم ها هو الماء مشى جيت الواحات تبارك الله غير بهذا الماء ديال الواد المضايق ديال الغرب مشاو هبط هاهي الساقيه اللي كنت قلت لكم كاين تما نخيل كاين اشجار كاين الخير تبارك الله كاين الخير. دابا نخليكم مع الخروج من تودغا بحال غادي الايتاني نروحو الايتاني غنخليكم المخرج ديال تودغا ان شاء الله. احنا الاخوان خارجين من تودغا ما صالحناش نصوروا بالريح الريح مجهد بزاف تقول جايه شي عاصفه سبحان الله ولا الريح مجهد شدنا الليل كاع ما بقاش كيفاش نديروا نصوروا اللهم نصوروا بالضو ديال الطوموبيل. شوفوا المخرج ما فيهش شي حاجه فيه الناس اللي كيبيعوا دوك لي شال عاوتاني كاينين هنايا كيبيعوا دوك اللباس التقليدي ديال هذه الجهه هذه هما راه باقيين حاطين واخا الريح عندهم داك الحيلي ديالهم عندهم شويه النقره عندهم شويه ديال داكشي الحيلي مخلط وصافي ديال الدراري وديال الناس الكبار اللي عجبو شي حاجه راه كتكون هنا كتباع. هذا المخرج ديال تودغا صافي من هنا ناخذ الطريق بحال غادي لاي تهاني كما قلت لكم كتبدا بتمتاتوش كتمشي لاي تهاني كتزيد حتى تختار ديك الساعه كما وريت لكم في الفيديو السابق واش الريش ولا ايميل شيل. هنا راه كاين واحد القهيوه على اليسار في الخرجه دابا هنا صافي غنخرجوا من المضايق صافي ما بقاوش المضايق هنا الجبل غيوسعوا شويه ولكن كيبقى العلو ولكن المساحه بين الجبل والجبل الوسط ماشي بحال المضايق ما كتبقاش داك الضيق كما كتلاحظوا لاحظتوا ليه في المضايق تودغا بلا من الحال قبل من اكثر من هنايا في هذا المخرج هذا في ديال تودغا ديال المضايق الطريق شويه مكرفصه دايرين غير بالسيما بيطون المهم ولاني محفر صافي شبع حفاري خصها شي كل يشوفوا معايا التعاون ولا يشوفوا كيفاش يدير بلا انتم كما كتشوفوا راه السكوس خصك تقاتل تمشي بشويه هادو كلهم محلات تجاريه هادو كيحطوا داكشي ديال كاين حتى الاحجار كاين الاغلبيه الحيلي. كما شفتوا معنا الاخوان والاخوات احنا خرجنا من مضايق تودغا دابا واخدين الطريق لاي تهاني هانتوما كتشوفوا على عينيكم الطريق راه شويه الحاله مزريه وصعيبه شويه حيت ضيقه ولكن الحمد لله على كل حال.
وصلنا لنهايه الفيديو الاخوان والاخوات، نتمنى يكون عجبكم. شفتوا الجو كي داير رغم ان الرياح ما خلتناش نكملوا التصوير في التالي، ولكن على العموم المنظر راه وصل لكم، منظر رائع ومنظر ديال الانسان اللي بغى يفوج في الصيف. وما تنساوناش من الاشتراك، اللي ما عندوش اللي ما دخلش عندنا في القناه يدير لنا اشتراك وتخليو لنا جيم، وما تنساوناش من الجرس، فعلوا الجرس يا اخوان لكي يصلكم كل جديد. مرحبا بكم في قناه الخوه، كلنا خوه وما كاين عداوه دائما. صلوا لي في راسكم وساعه سعيده.